معانا الأستاذ شريف صالح، عضو رابطة الأندية، عشان نتكلم معاه عن هذه القصة ونعرف إيه الجديد الموجود. مساء الخير يا فندم، وأهلا بيك معانا ومنورنا ومشرفنا في هاترك. أهلا بيك. نظام الدوري في الموسم الجديد، ورد عن الرابطة إنه في استبيان راح لكل الأندية على إنه الموسم الجاي يكون استثنائيا دوري من دور واحد، بعديه الأندية اللي بتصفي فوق على اللقب واللي تحت بيصفي على الهبوط. وما هو معلوم في هذا اليوم انه اغلب الانديه غير اهلي زمالك بيراميدز يعني رفض هذه المساله. الرابطه هتعمل ايه؟ اولا مش عارف انا حته المعلومات حضرتك جبتها منين ان اغلب الانديه دي رافضه. انا النهارده ثلاث انديه جماهيريه، ناديين مش جماهيريين، اكدوا الرفض. 3 من 18 اكدوا الرفض يا فندم. ما فيش مشكله، 3 من 18 يعني. لا، 5 من 18 النهارده. طيب تمام. هو عموما احنا ما بعتناش استبيان ولا حاجه، هو ان شاء الله في يوم الاربعاء الاجتماع مع كل الانديه لعرض مقترحات. احنا لسه ما خدناش قرار، بالعرض مقترحات اوكي في شكل الدوري الجديد على الجمعيه العموميه اللي هي الانديه للقسم الاول. المقترحات عباره عن ثلاث مقترحات، يا اما نشتغل بالدوري التقليدي اللي احنا شغالين بيه، بس ده يكون في ضغط شويه في المباريات عشان ما يحصلش تاخير زي ما اتاخرنا. كويس. والمقترح الثاني طبعا هو نظام المجموعات اللي هو مجموعتين. وده ان كان ممكن يبقى فيه ايجابيات عشان ممكن بيقلص الوقت شويه، ولكن في اكيد سلبيات فيما يخص المنافسه، فيما يخص التسويق، فيما يخص حاجات كتير سلبياته اكتر بكتير يعني. والمقترح الثالث اللي هو حضرتك اتكلمت عليه اللي هو اللي احنا نلعب دور اول عادي جدا، والدور الثاني نبدا ب العشر فرق الاولانيين في الدور الاول هيلعبوا بعض، والثمان فرق الاخر هيلعبوا بعض. الاحتمالات هنا موجوده في الثلاث سيناريوهات، يعني انتم مجهزين كل سيناريو. الجدول عامل ازاي؟ مظبوط، بكل تفاصيله هيتعرض على الجمعيه العموميه. طيب الجدول بقى يعني ختام الدوري يكون امتى مع ثلاث احتمالات؟ هو عموما في نظام المجموعات ونظام اللي هو الاخير ممكن يعني بنوفر شهرين، يعني احنا ممكن نخلص على 30/6 مثلا. 30/6 في نظام المجموعتين ونظام الدوري من دور واحد اولا. تمام. طيب لو النظام بتاع النهارده اللي هو بتاع الموسم اللي فات، بتاع الموسم اللي فات اكيد هيحصل تاخير، بالتاكيد هيحصل تاخير، لكن مش هيحصل تاخير زي الموسم اللي فات عشان ما فيش بطوله امم افريقيا مثلا، العمليه تبقى خفيفه شويه، ما فيش مثلا ذاكر حوالي 45 يوم لوحدهم يعني. طب احنا الاحتمال اللي هو بالنسبه للرابطه اعتقد ان هو مفضل، يعني اللي هو المجموعه الواحده او المجموعتين اللي هو بيقلص الشهرين. مش مفضل للرابطه، لكن احنا لما استعرضنا كل الايجابيات والسلبيات لقينا ان ده يعني حل خيار كويس جدا، وخصوصا ان هو مش بيأثر على حد، ما يعملش مشاكل. لا ممتاز، انا فاهم ده، بس هنا هتعمل ايه مع الاهلي في مواعيد كاس عالم انديه؟ اللي هو الاختيار الثاني لو انت مجموعه واحده او لو انت مجموعتين اللي هو الخيار الامن بالنسبه للكل، يعني اللي هو يخلصك 30/6. ده كويس، ده كويس لاي حد بيشارك في بطولات، هو احنا بنوفر شهرين اكيد ده كويس جدا. بس هنا هيبقى في كاس العالم للانديه الامور مش افضل حاجه. ليه؟ احنا المواعيد بتاع كاس العالم للانديه السنه الجايه امتى؟ احنا بنتكلم في يونيو او يوليو يا جماعه، وصلحوا لي برضه لو بتكلم غلط. طيب ما انا بقول لحضرتك احنا هنخلص 30/6، وعشان كده احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلص بدري قبل ما البطولات دي، ممكن كمان بطولات امم افريقيا تبقى كمان في توقيت قريب من ده كمان، فلو احنا الدوري لعبنا بيه بالشكل التقليدي القديم هنتاخر، هتدخل البطولات دي علينا، الدوري يقف على اخر ايام وتبقى مشكله كبيره جدا. فدلوقتي الخيار الامن بالنسبه لك اللي يخلص 30/6 اللي هم اول او ثاني احتمالين، مجموعه واحده او مجموعتين. ده مش الخيار الامن بالنسبه لي، ده اللي هو بيوفر وقت. ده هيتعرض على الجمعيه العموميه، هم اللي يقولوا، هم اللي يختاروا. يعني هو بس عمليه اختيار، لكن هو بيحقق منافسه قويه جدا ما بين الانديه، لما يكون 10 بيلعبوا بعض على الاول و8 بيلعبوا بعض على الاخر، فاكيد بيبقى منافسه قويه جدا. الماتشات اللي هي بتبقى مش فيها منافسه قويه اللي في الوسط دي اللي ما بتتلعبش، فعشان كده تبقى يبقى هو يعني هيبقى ان شاء الله خير فيها، هو يوفر وقت ويوفر حاجات كتير، فهو مش عامل سلبيات على الانديه ويساعد الناس اللي بتدخل في البطولات، فده كويس جدا مش وحش. طيب الخيار الاول يا فندم لو اضطرت الظروف لانه الانديه ما وافقتش وهو الدوري زي الموسم اللي فات. جميل. اولا لو الانديه ما طلبتش مؤجلات، يعني لو اعتمدنا القانون او المعادله الثابته هنا انه مثلا 3 ايام لو الماتش في ملعبك، 4 ايام لو بره ملعبك، لو اعتمدنا القانون ده ومشي دوري منتظم، هل هنا ميعاد النهايه برضه هيكون في شهر 8 الجاي؟
اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. اولا الموضوع 3 ايام محلي و3 ايام خارجي و4 ايام خارجي ده ما اتكسرش، يعني ده في الدوري اللي فات اتلعب صح كده، ما عدا المباريات اللي هي الدور النهائي ده منصوص عليها في اللائحه ان المباريات الدور النهائي هيتم تاجيلها عشان ندي فرصه شويه للفرق اللي بتنافس على البطوله انها تاخد البطوله. فما احنا ما اتكسرش يعني، انا عايز حضرتك فلا الاهلي ضايقك في حاجه ولا مؤجلات ضايقتك في حاجه، لا هو ولا الزمالك ولا المصري ولا لا بيراميدز. طبعا هو باي فرق بتشارك بتضايق بتاثر عليك لا ما طلبش، قصدي حق فوق حقه. لا ما انا اقول لحضرتك، هو انا عايز اي حد متخصص يذكر لي ماتش واحد مباراه واحده كان مش مفروض تتاجل وتاجلت. احنا وضحنا ده بالمناسبه في البرنامج، ما اعرفش اتفرجت او لا، بس وضحنا ده ان كل مؤجلات الاهلي تحديدا كانت مبنيه على امور واضحه، على مباريات طبيعيه يعني. احنا مش بنتكلم على الاهلي، احنا بنتكلم على اي لا فريق. لا انا فاهم، بس كان الفراغ الاكبر عند الاهلي لانه كمل لحد الاخر. تمام، انا عايز بقى اي حد عنده مباراه واحده اتاجلت بدون سبب يقول لنا عليه، عشان الناس بتقول الدوري مش منتظم. الدوري دي عشان انت مشترك في بطولات كتير جدا، وفي بطوله استحدثت اللي هي بطوله السوبر الافريقي، دي زادت الامور صعوبه. ما بطوله امم افريقيا دي 45 يوم لوحدها، المنتخب المصري طلب ايام زياده غير اللي كان معمول حسابها، ولازم نلبي له طلبه لان ما ينفعش ابدا نمتنع عن طلباته حوالي اسبوعين. فكل ده اثر اكيد وعمل تاخير. هو انا معاك 100% في موضوع المنتخب المصري، في موضوع ان في حاجات زادت، لكن كاس الامم دي الفتره بس كانت كبيره جدا يا فندم. ال 45 على يوم حسب لما احنا خرجنا بدري كان ممكن نخلص كام اسبوع في الحته دي. يعني، وعشان انت حددت خلاص، فصعب جدا ان الفرق اللي راجع لعبتها من البطوله وبتاع ان هي تلعب، برضه مشكله بالنسبه لها يعني. هي دي الفكره يعني. وعموما هو ان شاء الله يعني لو انديه الدوري اختارت اللي هو الدور الدوري التقليدي، ممكن بقى نفكر في حلول ان احنا ازاي نحاول ننهي بدري شويه، بس هتبقى العمليه برضو فيها ضغط شويه، وخصوصا انت حضرتك لسه ذاكر ان الاهلي يعني بيشتكي جدا من ضغط المباريات عشان هو بيشترك في بطولات كتير، فشيء طبيعي جدا ان يبقى عنده ضغط مباريات. طيب الميعاد المقترح لبدايه الدوري امتى؟ والله هو ممكن بعد 15 10 ان شاء الله يعني، في الحدود دي انا لسه ما يعني ما عرفناش في بالظبط. السوبر الاول 21؟ يعني ممكن يكون بعدهم، يعني ممكن يكون بعدهم، عشان لو احنا بدأنا وبعدين وقفنا هيبقى فيها مشكله. طيب الجدول يعلن امتى؟ يعني الاجتماع الاربع الجدول ممكن يعلن امتى؟ لا هو يعلن قبل الدوري ان شاء الله، قبل الدوري ممكن باسبوع او 10 ايام. يعني لو بادئين اخر اكتوبر فبنتكلم على انه 15 اكتوبر مثلا يعلن جدول الدوري. ممكن احنا لسه هنقرر ان شاء الله يوم الاربعاء عن بالظبط هيحصل. طيب انتخابات الرابطه امتى يا فندم؟ ان شاء الله ممكن قبل الدوري يعني، احنا لينا موسم، والموسم طبقا للائحه الفيفا واللائحه عندنا ان هو بينتهي عند اول مباراه تلعب بالموسم اللي قبليه اللي بعديه. ممتاز. فاحنا لازم نحضر طبعا، ما ينفعش احنا يجي مجلس رابطه جديد وهو داخل ولسه هيحضر يعمل ايه. لا احنا لازم نجهز له كل حاجه عشان يجي ما يبقاش عنده اي مشاكل. طيب استاذ شريف، من الناحيه القانونيه هل في حاجه تقول ان انت ممكن تجبر الانديه على نظام معين في الدوري الموسم الجاي؟ من الناحيه القانونيه لا، احنا ممثلين في الرابطه، احنا ممثلين للانديه، احنا ممثلين للانديه يعني، احنا بنتكلم بلسانهم، المفروض ان احنا بنتكلم بلسانهم. لكن الجمعيه العموميه قانونا هي ليها السلطه العليا. يعني قانونا ما فيش حاجه تجبر الانديه ابدا على اي حاجه. لا طبعا، لو الانديه كلها اجتمعت على شيء هم قرارهم يفوق اي قرار اي حد. وفي الحسبه بتاعت يوم الاربعاء دي الفرق اصوات، يعني لو مثلا 9 اصوات في حته مقابل 8 اصوات في حته، احنا هنا فرق الاصوات يحكم، مظبوط؟ اكيد 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 اكيد. احنا بقى يعني احنا ساعتها نحتكم بقى نشوف الاغلبيه ايه، لكن انا شايف ان هو لو اتعرض عليهم صح ان شاء الله، لما يتعرض عليهم الامور اكيد فكره التصويت ده تختلف تماما تماما يعني. طيب هو بس مشكلتنا ان احنا دايما بناخد قرارات ما عندناش معلومات. انا موافق على ده جدا، بس برضو اسمح لي هنا علشان لما يشوف المعلومات اكيد اكيد هيختلف الوضع جدا. لا 100%، وبرضو انا عارف انه الرابطه احيانا بتحمل بحاجات من غير ما الناس تعرف المعلومه الكامله، علشان كده انت معانا على التليفون يعني. دي حقيقه والله. فانا بس عايز اسالك عن، انت عارف انه سنه اولى رابطه غير سنه ثانيه رابطه غير سنه ثالثه بدون نقاش. تمام. يعني تمام، لو انت بتواجه الجمهور النهارده بتقول والله انا زي ما انت شرحت كده، الاهلي ما خدش حاجه او الزمالك او بيراميدز او المصري ما خدش حاجه فوق حقه، فالجدول اللي احنا عملناه كان بيناسب المواعيد، لكن على الناحيه الثانيه اللي انت متخيل ان الرابطه جانبها التوفيق فيه في اول سنه ولازم تتظبط في السنه الثانيه. احنا اولا احنا بقالنا 3 سنين كويس، يعني انا على نفسي بقى لي 3 سنين في الرابطه.
بالتاكيد ما نجحناش بنسبه 100%، لكن اثرنا تاثير ايجابي جدا جدا على فكره. يعني حضرتك احنا عديدنا، وده هي على فكره في يوم الاربعاء هيتعرض الانجازات اللي عملتها الرابطه والفرق اللي عملته وجود اللي عمله وجود الرابطه. صدقني فرق كبير. يعني اقول لحضرتك حاجه ما حدش هيصدقها. اتفضل. حضرتك شوف الاتحاد العالمي للتاريخ والاحصاء الرياضي. في سنه 2022 عامل ترتيب الدوري المصري على العالم ال20، تفوق على الدول الشرق الاوسط وافريقيا، تفوق على السعوديه، تفوق على الجزائر، تونس في 2022. وهم لهم معايير معينه للقياس الحاجات دي، مش اللي احنا بنشوفه دلوقتي دول الدوري متاخر ومتاخر، لان في دول متاخر زينا كبيره زي الارجنتين مثلا بتخلص 11. اكيد اكيد يا فندم، الرانكينج ده ملوش علاقه بنظام الدوري، يعني هم مش مدينا ال20 في نظام الدوري. طلع من عندك كام فريق بينافسوا على البطولات. احنا عندنا لعيبه واخدين بطولات زي الاهلي والزمالك، واخدين بطولات افريقيا. يعني انتظام الدوري ما فيش مثلا حالات فساد سلوك ضبطت، حاجات زي كده. هم عندهم الفرق جامده ما اختلفناش، بس قصدي ان نظام الدوري بعيد عن ده، يعني ما خدناش ده عشان نظام الدوري، خدناه عشان فرق جامده. لا، ما هو عشان هو الدوري مصنف كده، مصنف ان هو من اقوى الدوريات اللي 20 دوري في العالم في سنه 22. يعني تاريخنا كويس، مشاركتنا كويسه، وحتى ذاكرين مصر بالنصر كل يعني حاجه. قالوا لا، هم مش في تاريخنا ده قبل كده، لكن بنتكلم على سنه 22. يعني انا موافقك، لكن ما اعتقدش ان ده من الانجازات اللي ممكن نفتخر بيها كرابطه، يعني لكن هو ممكن تبقى ان عشان كده احنا ما اتكلمناش فيها اصلا. انديه كبيره بالظبط كده. طيب احنا ما ذكرناش اصلا يعني، بس انا بقولها لك على سبيل يعني الكلام، ان انا بقول على الناس ما عندهاش معلومات، يعني اقصد طيب ان في حاجات في ملف اخير عايزك انت ترد طبعا فيه، لانه ملف الحياه اتفتح من ايام قليله ومحتاجين رد الرابطه بناء على انه الجمهور ما عندوش كل المعلومات. ليه درع الدوري الخاص بالنادي الاهلي لم يحضر ما قبل مباراة سموحة وما كانش جاهز، والإجراءات دلوقتي ماشية إزاي؟ لا، هو كان جاهز وكان موجود، يعني كان خلاص جه من بره، وكان بيتعمل في لندن، كنا عاملين حاجة قيمة جدا، حاجة كويسة جدا، ولكن ظروف النادي الأهلي في سفر اللعيبة وكده، هم بناء على رغبة النادي الأهلي، وهو البطل وهو اللي عايز يحتفل، فهو اللي طلب إن هو كان جاهز إمتى يا أستاذ شريف؟ الدرع؟ آه الدرع اعتقد بعد المباراه، بعد على طول قبل مباراه سموحه كان جاهز، كان موجود قبل سموحه تقريبا. انا مش لا مش تقريبا دي ما فيهاش تقريبا، يعني قبل مباراه سموحه درع الدوري كان جاهز للاستلام والاهلي اللي رفض. انا لا مش رفضش، هو الاهلي مش رفض، الاهلي طلب ان الاحتفال يتم بعد رجوع اللاعبين بتوعه، لان في اخر مباراه اللي هو حس انه خلاص هم خدوا الدوري بداوا ياخدوا. هو الاهلي ادى راحه بعد سموحه للعيبه في مباراه مودرن، ما كانش فيه حد، اللعيبه الصغيره يعني كده. ايوه هو ده اللي حصل بالظبط. فهم احنا المفروض بعد سموحة هنعمل الاحتفاليه في الملعب، لكن هو الاهلي طلب ان هو ياخر الاحتفال عشان كان المدرب سافر وكان اللعيبه كتير سافرت، فطلب ان هو ياخر الاحتفاليه. لكن انت من جانبكم الدرع كان جاهز ما قبل مباراه سموحة؟ انا مش متاكد قبل مباراه سموحة ولا لا، لكن الدرع موجود دلوقتي، يعني انا اقصد من ساعتها كان موجود، ما فيش اي تعطيل من ناحيتنا، الرابطه ما عطلتش اي حاجه، ده بناء على رغبه النادي الاهلي. طيب واللي جاي بقى ايه؟ يعني التسليم هيكون امتى؟ الاحتفاليه امتى؟ وهكذا. هو على فكره ممكن يوم الاربعاء ان شاء الله يتحدد، يكون في تم اتفاق مع النادي الاهلي ويتحدد ان شاء الله، يبقى في احتفاليه في ممكن في قاعه او حاجه زي كده، تبقى احتفاليه كويسه ان شاء الله يعني. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على سعه صدرك اولا الاجابه على كل الاسئله ولتوضيح كل الامور.